make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah. مساكم ابيض بخطين حمر لون تيشيرت نادينا الملك العظيم بطل الدوري وبطل الكاس وبطل كل قصه نادي الزمالك نادينا اللي بنحبه كلنا. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا، لسه مكملين معاكم احتفالات، لسه بننقل لحضراتكم احتفالات كل محبين نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك في العالم كله، ولكن بدايتنا زي كل يوم زي ما انتم عارفين باهم عناوين الحلقه. الليله الكبيره أمير مرتضى المايسترو الجديد، راحة لالتقاط الأنفاس، أستاذ أحمد عباس في ضيافة أخبارنا. موضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة مع حضراتكم أكيد هيكون عن احتفالات، واحتفالات جماهير نادي الزمالك بتتويج بالدوري. قول لنا احتفلت فين واحتفلت مع مين، احكي لنا قصة احتفالك على السوشيال ميديا بتاع قناة نادي الزمالك. الليله ليلتك يا زملكاوي، ليلتنا كلنا، افرح زي ما انت عايز براحتك. اللي يقول لك بقى احتفال مبالغ فيه، اللي يقول لك اصل احتفال زياده، مالكش دعوه، ما تخليش حاجه تعكنن عليك احتفالك، ما تخليش حاجه تعكنن عليك فرحتك، احتفل وانبسط وخلي الاحتفالات موجوده في كل مكان. امبارح شفنا كلنا وكنا سعداء كلنا بالشكل الجميل، اتوبيس الزمالك المكشوف مع اللعيبه بيمر في كل مكان من استاد القاهرة لحد ميت عقبة لحد نادي الزمالك، واحتفالات في كل حتة، جماهير في كل مكان بتسلم على اللعيبة بتشاور للعيبة، حاجة في منتهى الرقي ومنتهى الجمال صراحة. لازم نحتفل، أنا فريق بطل الدوري، فريق بطل الكاس، الزمالك حبيب كل الناس، خلاص لازم نحتفل. احتفل، افرح، عيش اللحظة بتاعتك، شوفوا الجماهير اللي كانت موجودة في الاستاد سعيدة ازاي، والناس كلها كانت نفسها تكون موجودة، في ناس ما قدرتش تكون موجودة وبقول لكم احنا اسفين، أكيد كان كله حابب يكون موجود داخل الاستاد أو يحتفل مع الفرقة في الليلة الكبيرة، هي ليلة ولا ألف ليلة وليلة، الزمالك بطل الدوري، مشوار صعب جدا كلنا مشينا فيه، حققنا خلاله المنظومة كمان حققت خلاله يعني إنجاز كبير جدا هو الحصول على الدوري والكاس. إزاي تحصل؟ هنبدأ من كبير العيلة الزملكاوية، بطل أول جزء في الرحلة، رحلة التتويج
محور الصفقات الكبيرة جدا للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالتعاقد مع فريرة. المستشار مرتضى منصور بعد الانتخاب في مجلس الإدارة في فبراير اشتغل على ثلاث ملفات في أول شهر، اشتغل على ثلاث ملفات. أول ملف حل أزمة غرامات الفيفا وإيقاف القيد، وده كان ملف مهم جدا جدا جدا. الملف الثاني كان اختيار الجهاز الفني، وإزاي الزمالك هيكون فيه جهاز فني قوي يقدر يجيب للزمالك بطولات ويبني جيل كبير، وقدرنا نجيب مدير فني يعمل مشروع كبير جدا جدا. الملف الثالث هو كان ترتيب ملف العقود والسيطرة على ارتفاع أسعار اللاعبين، وبعد حسم الملف ده منح المستشار مرتضى منصور زي بنقول كده الإشارة بقى لأمير ولفريرة للبدء بالعمل بالمشوار اللي احنا نوصل للبطولات. أسند ليهم الحقيقة كل المهام، ويوم بعد يوم الحلم كبر والبطولات كترت وكلنا احتفلنا وقدرنا كلنا مع بعض من الإدارة للاعبين للجماهير للقناة للإعلاميين لكل ما هو زملكاوي قدرنا نحقق الدوري والكاس، يعني أجزاء مهمة جدا، تاريخ مهم جدا بيكتبه نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك اللي شايفينها مع بعض على الشاشة دي كان ليها دور مهم جدا السنة دي في الدوري. جزء تاني ومحور تاني كمان مهم جدا في رحلة تتويج نادي الزمالك لازم نتكلم عنها النهاردة هو أمير مرتضى منصور، أمير المشرف على الكرة. أمير مش بس إداري فذ، لا، ولكن هو ما تشوفه بيتكلم مع اللعيبة وشخصيته في الملعب وفي التدريب هو قائد بمعنى الكلمة، شخص بيقدر يحتوي النجوم. عارف كلمة يقولك مش أي حد يتعامل مع النجوم، مش أي حد يعرف يتعامل مع النجم، النجم ليه معاملة خاصة، أمير معاه سر المعاملة الخاصة دي، بيعرف يتعامل مع كل حد، بيعرف يسيطر على الفريق مهما كان فيه نجوم ايه. دايما الناس تقول لك اصل الفريق لو فيه نجوم كتير السيطره عليه ما بتكونش افضل حاجه، لا، امير بيعرف يسيطر وبيقدر يصاحب اللعيبه وبيقدر يشتغل معاهم، بيقدر يطلع افضل حاجه عندهم، يقدر يتعامل مع ضغوط الجماهير، يفرض النظام ويصنع هيبه للكيان نادي الزمالك، صنع اهم عنوان في رحله التتويج نادي الزمالك. فشكرا لامير على الشغل الكبير جدا جدا. شفنا قراراته كانت مهمه في الفتره اللي فاتت على مدار الشهور الاخيره، كانت بدايه للطريق في حصد الثنائيه وده حاجه مهمه جدا. اما المحور الثالث هو محور المدير الفني البروفيسور جده جيزوالدو فيريرا، مدرب ما يعرفش اليأس، مدرب كشف لكل الناس مشاكل الكرة المصرية وهي كشف وهم صناعة نجوم الورق. هذا الكلام الكبير ده ونجوم والورق وكشف وعمل، بس ده كلام صح، أثبت إن أبو قرش زي أبو قرشين زي أبو تلاتة زي أبو عشرة. اللعيب اللي كان قاعد دكة ما بيلعبش والناس كلها كانت بتقول لا يمشي بقى، ما قاعد بيعمل ايه؟ ما بينزل بيضيع كل حاجه، اثبت باللعيبه دي، باللعيبه كان الزمالك والجماهير بتطالب انها تمشي، اخذ بيها دوري وكاس. اثبت ان مفيش فروق في المستويات كبيره. فريرة طور مستوى اللاعبين، صنع دكه بدلاء قويه، قدر يلعب ويكسب بدون اي مشاكل. مهما كان النجم اللي غايب، مهما كان النجم اللي مشي، مهما كان الغيابات اللي في الملعب، مهما كان اي حاجه. يا جماعه احنا ماتش امبارح الزمالك بيلعب ب10، مش حاسين ان احنا ناقصين حد، ولا احنا اخر ماتش كنا ناسيين ده احنا بنلعب 10؟ اه صح، ده احنا بنلعب 10. عمل لعيبه قويه صغيره ودي حاجه مهمه جدا، عمل اداره مميزه جدا وعبقريه للمباريات الصعبه، قراءه جيده بل ممتازه للماتشات، بيقدر يصنع ويتحول في لحظه، يعني بيخليك تتغير في ملعب 200 مره. مدرب قاد الزمالك لثنائيه محليه. نيجي لبطل المحور الرابع اللي معانا وهو حاجه مهمه جدا، لاعبنا لاعب نادي الزمالك الاباتشي شيكابالا كابتن الفريق، يعني لاعب بينتمي لسلاله خاصه، لاعب نادينا اللي بيحب ناديه، عارف يعني ايه لازم الفرقه تكون كلها روح واحد، عارف يعني لازم يكون في التزام تام كبير جدا. قدر هو واللعيبه كلهم يكسبوا كل الماتشات، يتجاوزوا اي مشكله في الطريق، لعبوا كلهم باخلاص شديد جدا وده كان امر طبيعي. انت في نادي كبير جدا، عندك رئيس نادي قوي، عندك مشرف عام على الكره قوي، عندك نادي موفر لك كل امكانياتك، عندك مدير فني بروفيسور، كل يوم مشروع جديد، كل يوم انجاز جديد،
كل يوم دفعة معنوية جديدة، كل يوم معاك مشرف على الكورة بيدرس كل كبيرة وصغيرة. محتاج ايه تاني؟ مش محتاج حاجة، محتاج تلعب تركز وتكسب. فلازم نشكر لاعبي نادي الزمالك على الجهد الكبير اللي بذلوه طول الموسم. وأخيرا بطل المحور الخامس معانا في رحلة التتويج بالدوري، جماهير نادي الزمالك العظيمة. جماهير نادي الزمالك العظيمة اللي ضربت مثال حي في الانتماء والوفاء، جماهير الزمالك اللي دعمت الفريق في كل الأوقات، جماهير الزمالك اللي يعني تصدت لكل الشائعات وفضلت واقفة في ظهر فريقها، فضلت مكمرة في مسيرتها القوية، جماهير الزمالك اللي كانت عند حسن ظن المستشار، عند حسن ظن ناديها، عند حسن ظن لاعبتها، عند حسن ظن أي حد بيحب جماهير الزمالك ويستمتع بهتافات الجماهير. مفيش ماتش واحد ما كانش فيه تشجيع مثالي. عشان كده جماهير نادي الزمالك اثبتت لكل العالم ان انا اقدر اشجع فريقي بس. يا جماعه هو ده، هو دي الفرحه اللي احنا عايزينها. فرحه جماهير الزمالك الجميله في كل مكان، في كل مكان، اطفال وكبار، شباب صغيرين، كل الناس، كل الناس، ستات ورجاله، كل الناس فرحه. امبارح كانت كبيرة جدا 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 لكل الناس، كلها سعيدة، الناس كلها مع بعض، الناس كلها على قلب رجل واحد. جماهير نادي الزمالك اللي مش بس موجودة في الاستاد، موجودة في العالم، في الوطن العربي كله، وعلى السوشيال ميديا. باختصار منظومة الزمالك كلها اشتغلت، كلنا كان هدفنا واحد، كلنا كنا على قلب رجل واحد عشان الدرع ده، كلنا ماشيين في طريق الصح. عشان كده كلنا بنحتفل مع بعض، الزمالك بطل الدوري والكاس. شكرا شكرا للمستشار مرتضى منصور، شكرا لكابتن امير، شكرا مستر فريرا، شكرا نجوم نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك، شكرا لجماهير نادي الزمالك، والف مليار مبروك لنادي الزمالك. تعالوا نطلع تقرير عن المايسترو الجديد امير مرتضى. وراء بطولات الزمالك رجال لن ينساهم التاريخ، وضعوا حجر الأساس وصنعوا المجد التاريخي. وفي مقدمة هؤلاء المايسترو أمير مرتضى، المشرف على الكرة والعقل المفكر لقطاع الكرة والمسؤول الأول عن منظومة مدرسة الفن والهندسة. أمير مرتضى الرجل الذي يعمل في صمت ويخطط في سرية ويتخذ القرار ويملك الرؤية. ولأمير مرتضى دوره الكبير في رحلة الموسم التاريخي. في صمت بعد توليه منصب المشرف على الكرة ذهب ليتعاقد مع مدرب عالمي هو فيريرا. وفي صمت تولى مع أحمد مرتضى عضو المجلس حل أخطر القضايا، قضايا العقوبات المالية الضخمة التي انفجرت في عهد اللجان المؤقتة وتسببت في إيقاف القيد، ونجحا معا في إعادة الزمالك بدعم كامل من المستشار مرتضى منصور. وفي نفس الوقت صنع أمير مشروعه الكبير مع فيريرا في رحلة التتويج بالثنائية المحلية. لم يهتم بما يقال عن ضياع فرص الزمالك، ومنذ اليوم الأول توالت النجاحات. دعم أمير مشروع فيريرا بكل قوة وتصدى لأي مشكلات ظهرت، وواجه دلع بعض الراحلين بشراسة ومبادئ كانت خلالها الرسالة واضحة: الزمالك أكبر من الجميع. أمير مرتضى القائد الذي احتوى أوضة اللبس، أمير مرتضى المشرف الذي صنع أفضل لائحة احترافية، أمير مرتضى الشجاع الذي صنع تجربة فريق الأمل وتصعيد الشباب، أمير مرتضى المسؤول الذي تحولت معه أحلام الجماهير وخطط مجلس الإدارة إلى إنجازات وبطولات. رحلة الدرع رقم 14 وبرفقتها كأس مصر. شكراً أمير مرتضى مايسترو الكرة الزملكاوية على موسم تاريخي لن ينسى. أهلا بحضراتكم من جديد، والنهاردة حلقتنا مختلفة ومميزة، علشان كده البداية هتكون مختلفة. عايز أبدأ معاكم جولة من الأرقام. في البداية هفكر حضراتكم بالمواسم الـ 14 اللي الزمالك فاز فيها بالدوري، طبعا بعد إضافة اللقب الجديد. البداية
من موسم 59-60، ثم موسم 63-64، ثم موسم 64-65، ثم موسم 77-78، ثم 83-84، 87-88، 91-92 و92-93، 2000-2001، 2002-2003 و2003-2004، ثم موسم 2014-2015، 2020-2021، ثم الموسم الحالي 2021-2022. الزمالك دايما بيحقق انجازات، دايما بيحقق القاب. السنه دي موسم مش عادي، وبدا الاصرار يبان اكتر والحافز يبان اكتر. الوصول للقمه صعب، لكنك تحافظ على القمه ده اصعب. الزمالك حاليا هو وجماهيره بيحلموا ببطوله افريقيا، بيحلموا اول حاجه بكاس السوبر بتاع لوسالك اللي هيكون في قطر بين الزمالك والهلال، هيكون ماتش قوي جدا، ده اول حلم. ثم السوبر المصري، ثم كاس مصر، ثم الدوري ان شاء الله للمره الثالثه على التوالي. ده مهم جدا جدا، وان شاء الله يكون من نصيب نادينا. تعالوا دلوقتي نشوف ارقام فريقنا كمان في بطولة الدوري الموسم الحالي. الزمالك زي ما احنا عارفين في المركز الأول ب 76 نقطة، الانتصارات 24 مباراة، سجل الزمالك 61 هدف، استقبل الزمالك 27 هدف زي ما احنا شايفين مع بعض على الشاشة. النتيجة الأكثر تكرارا للزمالك الفوز بهدفين، أكبر نتيجة حققها الزمالك الفوز على المقصة بخمس أهداف دون رد. الهداف بالطبع الروبوت أحمد سيد زيزو، سجل 19 هدف وصنع 14 هدف، بقى بهدف امبارح كمان. حافظ الزمالك على نظافة الشباك في 15 مباراة سلسلة انتصارات متتالية، 10 مباريات وماتش امبارح ماتش 11 بدون هزيمة. أكتر اللاعبين مشاركة أحمد سيد زيزو في 31 جولة بواقع 2510 دقيقة. يتبقى للزمالك مباراتين على نهاية المسابقة، وقدر يحسم الدوري كمان قبلهم. الجولة 33 الزمالك والمصري هيكون لقاء قوي جدا في استاد برج العرب، وكمان هيكون في الجولة 24 الزمالك وإسترن كومباني، 34 آسف، أرقام كتير معلش يا جماعة، العتب على النظر. هيكون الجولة 34 إسترن كومباني، وكان في فرحة هنا، في فرحة إن أنا مش مصدق إن الدوري هيخلص، عارفين فكرة يا الجولة الأخيرة، فمش مصدق إن إحنا وصلنا لـ 34، ولكن الزمالك قادر على صناعة أرقام جديدة ويكمل في سلسلة انتصارات ويكمل بفوز، وإن شاء الله نقدر نكمل بفوز في الجولتين الجايين. لسه مكملين أرقامنا المهمة جدا، والمرة دي فحدث حصل أربع مرات على مدار تاريخ نادينا، هو فوز الزمالك ببطولة الدوري مرتين على التوالي. الأولى كانت طبعا زي ما كلنا عارفين 63-64، والتانية كانت 64-65، دي 2 ورا بعض. ثم في 91-92 و92-93، والتالتة كانت في 2002-2003-2003-2004، والأخيرة والرابعة كانت 2020-2021 و2021-2022، وأكيد دي مش هتكون الأخيرة. نروح لرقم مهم تاني، وهو الفوز بثنائية الدوري والكاس للمرة الرابعة في التاريخ. والبداية كانت الثنائية الأولى موسم 59-60، الثنائية الثانية موسم 87-88، الثنائية الثالثة 2014-2015 مع فريرا، والثنائية الرابعة 2020-2021 أيضا، وفريرا ساهم في بطولة الكاس فيها. الأرقام المهمة جدا جدا في الموسم الحالي سلسلة الانتصارات اللي الزمالك ماشي بيها بشكل كبير، سلسلة انتصارات متتالية 10 مباريات في بطولة الدوري. البداية كانت عند فوز الزمالك على البنك الأهلي 2-1، ثم فوز الزمالك على سيراميكا 3-2، ثم فوز الزمالك على المقاولين العرب 1-0، ثم فوز الزمالك على غزل المحلة في لقاء كان صعب جدا في المحلة 2-0، فوز الزمالك على سموحة وكان ده لقاء مهم عشان كان بعد تتويج الزمالك بالكاس وكسبنا سموحة 2-0، فوز الزمالك على فيوتشر باللقاء كان مع أقرب زي بنقول كده 1-0،
فوز الزمالك على بيراميدز في لقاء كبير جدا من اجمل وامتع لقاءات الزمالك السنه دي اللي كان التركيز فيه من اول ثانيه وقدرنا نحقق فيه فوز 3-0، فوز الزمالك على الجونه 4 أهداف مقابل هدف، فوز الزمالك على مصر المقصه ب5 أهداف وماراثون كبير جدا زملكاوي، فوز الزمالك على فاركو 1-0 وده كان اخر فوز عشان امبارح الزمالك قدر يحافظ على عدم الهزيمة ودي حاجة مهمة. امبارح الزمالك ما وقفش سلسلة الانتصارات، عمل تعادل بسيط جدا جدا جدا، التعادل ده مهم جدا عشان نعرف امبارح الماتش كان عامل ازاي والاحتفال كان عامل ازاي معانا لاعب من اللعيبة اللي انا بحترمها جدا جدا، لاعب من اللعيبة المخلصين داخل ملعب بيبذل مجهود عالي جدا، هو عارف بحب اوديه صديق على المستوى الشخصي يا رؤى. مبروك يا صديقي. الله يبارك فيك ومبروك لكل جماهير نادي الزمالك. امبارح بوظت لك انا انترفيو في الملعب. لا ولا حبيبي انت تعمل اللي انت عايزه. كان بيصور معدي يا رؤى من ظهره كده. مبروك مبروك الدوري ومبروك موسم مهم جدا تاريخي عمرنا ما هننساه لنادي الزمالك. الحمد لله طبعا ده فضل وكرم كبير من ربنا، ده ما حضرتك لسه قاعد دلوقتي يعتبر ده من اصعب الدوريات اللي احنا حققناها في النادي. بسبب الظروف طبعا اللي احنا مرينا بيها. الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحقق الكاس الموسم الماضي والدوري بتاع السنه دي. فالحمد لله تبقى دي البدايه وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا في الخطوات اللي جايه ان شاء الله. شايف البدايه كانت منين؟ يعني امتى حسيتوا ان الدوري بتاعنا السنه دي؟ والله بص يا ده، هو احنا طبعا من ساعه ما احنا ما خرجنا من بطوله افريقيا من اول الموسم وكنا ماشيين وحش في الدوري كمان. صحيح. جات لنا فتره من الفترات اللي احنا لا احنا لازم نوقف مع بعض، احنا برضه احنا بنلعب نادي كبير زي نادي الزمالك، ما ينفعش نخرج من بطوله افريقيا ونخسر بطوله زي بطوله الدوري، وخاصه ان احنا زي ما انا قلت ان اي بطوله بندخل فيها بنبقى احنا المرشحين الاكبر ان احنا ناخد البطوله. طبعا. فاحنا وقفنا مع بعض وطبعا ساعدنا مجلس الاداره برسم الاستاذ مصطفى لما جه كان في ظهرنا ووفر لكم كل حاجه بصراحه. بالظبط. وطبعا جهاز فني محترم بقياده البروف جه عمل معانا شغل كبير جدا. انا دايما بقول ان نجاح اي منظومه بتكاتف كل واحد يبقى داخلها من اول مجلس الاداره لحد اصغر واحد في المنظومه. فاحنا صح. الحمد لله ربنا كرمنا، تعبنا الفتره اللي فاتت، تحملنا كتير من الضغوطات، والحمد لله ربنا كرمنا ببطوله غاليه علينا وعلى كل جمهور نادي الزمالك بطوله الدوري، وان شاء الله باذن الله تبقى دي البدايه. اللي جاي بقى افريقيا. اكيد ان شاء الله، دايما احنا دايما بنبقى عايزين نفرح جمهور نادي الزمالك بكل البطولات اللي احنا بندخلها، ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا في الموسم الجديد. ندخل بكل تركيز من بدايه الدور التمهيدي ان شاء الله في بطوله افريقيا، نبذل اقصى جهد ونحقق البطوله ان شاء الله. في لقاء مهم جدا، لقاء احتفالي يكون في قطر، ملعب لوسيل، الملعب اللي يقام فيه نهائي كاس العالم، الزمالك والهلال، اكيد بطوله مهمه جدا، لقاء مهم جدا، العالم كله هيلعب وهيتفرج ويتابع اللقاء ده، هتستعدوا ازاي للقاء الكبير ده؟ بص، هو ممكن يكون الشكل العام او المنظر العام للماتش دوت هو شكل احتفالي، بس هو بالنسبه لنا احنا مش شكل احتفالي. واكبر دليل على دوت احنا في ماتش امبارح، احنا الحمد لله ربنا كرمنا وخلصنا الدوري من قبل ما يخلص 3 ماتشات، بس احنا كنا اتكلمنا مع بعض احنا اللعيبه مع بعض قبل الماتش ان احنا احتفلنا بالدوري، بس ما ينفعش احنا بعد كل اللي احنا عملناه دوت وكل الجمهور ده ورانا ان احنا نيجي في ماتش زي دوت نخسر، فهيبقى الاحتفال مش هيبقى ليه طعم كتير. انا كنت لسه بقول احلى حاجه حصلت ان احنا وقعنا سلسله اللا هزيمه وتعادلنا. بالظبط، ده كان كلام من بعضنا كل قبل الماتش، وكمان كان البروف بريرا اتكلم معانا قبل الماتش ان احنا ازاي ما نضيعش كل اللي احنا عملناه الفتره اللي فاتت. فالماتش بتاع كاس وسيل ده ان شاء الله باذن الله ده بطوله، واحنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله فيها ونلعب عليها باذن الله المكسب ان شاء الله. فريرا علاقتك معاه عامله ازاي وتعلمت منه ايه؟ والله بص، هو انا ممكن لو انا قعدت اشكر فيه طبعا من هنا لحد اخر العمر مش هعرف اوفي له حقه، لان هو بعد فضل ربنا عليا اداني ثقه كبيره جدا، وخاصه ان انا ما كنتش بلعب خالص الفترات اللي كان قبل هو ما يجي. صحيح. فان هو يضع الثقه بتاعته فيا وان هو يلعبني كتير من الماتشات وبشكل اساسي، فدي اكيد حاجه انا بشكره عليها، انا اتعلمت منه كتير. يعني ده على المستوى الشخصي كمان قبل ما يكون على المستوى الرياضي او اللي هو مدربي، فانا اتعلمت منه كتير.
وبرضه بشكر من خلال حضرتك كابتن أسامة نبيه طبعا وكابتن أحمد عبد المقصود، لأن هم برضه ادوني الثقة وادوني الفرصة بتاعتي قبل البروف ما يجي في ماتشين صحيح. فيوتشر وماتش فيوتشر الجونة، صح. فأنا بشكرهم برضه من خلالك، لأن هم بعد فضل ربنا عليا برضه إن هم ساعدوني إن أنا أشارك في ماتشات. ايه اصعب لقاء كنت شايفه السنه دي في اخر 10 لقاءات دول كنت بص، هو متخوف احنا منه؟ بالنسبة لنا كنا احنا حاطين ماتشين في اعتبار ان احنا لو كسبناهم بنسبة كبيرة ان شاء الله ربنا هيكرمنا بالفوز بالدوري، ماتش المحلة في المحل وماتش فاركو في اسكندرية. طبعا الناس كلها عارفة ظروف الماتشين، نادي المحلة لما بيلعب في ارضه طبعا بيبقى ماتش صعب، صح. مش كتير من الفرق اللي بيعرف ياخد 3 نقط من هناك. تاني فرقة طبعا فرقة فاركو الناس كلها عارفاها، فرقة دفاعية قوية جدا. بالظبط، معاهم طبعا مدرب حافظ البروف بشكل كبير، فاحنا كنا حاطين في دماغنا ان الماتشين دول ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونكسبهم، ده هيبقى هيساعدنا ان احنا ناخد بطوله الدوري ان شاء الله. هل تخيلت ان لقاء بيراميدز هيفتح من اول ثواني؟ يعني بص، كنتوا راسمين السيناريو ده؟ لا هو طبعا اي سيناريو او اي نتيجه طبعا احنا ما بنكونش طبعا متخيلينها، لان زي ما انت عارف ان النتيجه كده كده احنا مش عارفينها، النتيجه كده كده بتبقى بتاعت ربنا، فاحنا اهم حاجه احنا بنبقى نازلين الماتشات مركزين. ربنا كرمنا في ماتش بيراميدز وساعدنا بضربه الجزاء اللي جت في بدايه الماتش، دي ساعدتنا كتير ان احنا نبقى في بدايه الماتش ان احنا نبقى الليدر في صح الماتش، فده كرم كبير من ربنا. طبعا احنا كنا مركزين في كل الماتشات، طبعا كنا عاملين حسابنا ان احنا لازم ندخل كل الماتشات، ان احنا ما ينفعش بعد كل التعب اللي احنا وصلنا له ان احنا نخسر ماتش او نتعادل ماتش، فالحمد لله ده كرم كبير من ربنا. انت شكرت كل الناس ما عدا اهم عنصر، فهسيبك توجه له رساله. جماهير نادي الزمالك تقول لها ايه؟ طبعا جماهير نادي الزمالك انا مهما اشكرهم مش عارف اقول لهم حقهم. انا زي ما قلت امبارح بعد الماتش، دايما هم في ظهرنا سواء في الصعب قبل الحاجات الحلوه، فانا بشكرهم من خلالك، دايما هم في ظهرنا دايما معانا، عشان كده احنا امبارح قبل الماتش قلنا ان احنا ما ينفعش بعد ما عملنا كل ده كنت لازم تفرحوا جماهير نادي الزمالك. رؤى، انا من الناس اللي بكون سعيد جدا وانا معاك، واحتفلت معاك بدوري السنه اللي فاتت، واحتفلت معاك كمان بدوري السنه دي، وان شاء الله نحتفل بدوري السنه الجايه. شكرا جدا ليك يا رؤى. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل، يلا بينا. بتهز الارض نطير، لا تقولي نجمة المية ولا عندنا منه كتير، هنرج الدنيا بصوتنا زلزال ابيض ومخيف، عدينا الصعب وفتنا كينج اللعبة وحريف، من حقك ترقص تفرح غني وسقف ارفع ايدك، يلا يلا نقول للدنيا اتعلم الفرحة بشكل جديد، لا نقول أسياد العالم ولا هننافس مدريد، الليلة محدش قدي من كل مكان جايين، هنودي ومش هنهدي حفلة في التالتة يمين، من حقك ترقص تفرح غني وسقف ارفع ايدك، يلا يلا نقول للدنيا الجاي أحلى والفرح
عاشق الزمالك هو الحياه، ودايما كلنا بنعشق نادي الزمالك. وعلى راي كابتن طارق يحيى بحب دايما فيه هو بيختم البرنامج بيقول لك احنا ما اخترناش اسامينا ولكن اخترنا الزمالك نادينا. وخلينا نكمل اكتر عن حلقتنا النهارده والحلقه المختلفه، وتعالوا كده فكرنا لو هنحط اسماء كتير لبطوله الدوري السنه دي، تعالوا كده نفكر ممكن نسميها بطوله ايه؟ يعني بطولة السنة دي ممكن تكون اسم البطولة، ممكن نحط اسم مثلا الشباب من الأسماء دي، ودي طبعا بسبب مشاركتهم، ممكن أسميها بطولة الشباب مثلا، بطولة الاستقرار، الرجال قد المسؤولية، إدارة واستقرار، نسميها بطولة الجماهير، نسميها بطولة إيه؟ يعني إيه؟ فكروا معايا كده، وكمان ابعتوا لنا على السوشيال ميديا وعلى الهاشتاج بتاعنا أخبارنا، فكروا وقولوا لنا وابعتوا لنا على الانستجرام وكل السوشيال ميديا، ممكن تسموا البطولة دي بطولة ايه؟ ايه اسم البطولة؟ كمان عايزين نقول لكم الشباب اللي كانوا معانا، يعني ليه بقول لكم الشباب هم اللي جايين في المقدمة؟ علشان معانا مجموعة من الشباب شاركوا السنة دي، هقول لكم كلهم، حتى لو حد شارك ثانية، لو حد مجرد كان دك، عندنا البداية من حارس المرمى السيد عطية 21 سنة، حارس مرمى ايضا محمد نديم 21 سنه، مدافع الجميل متيب حسام عبد المجيد 21 سنه، مدافع محمد طارق 21 سنه، ظهير ايسر احمد زكي 23 سنه، خط وسط محمد حسام 21 سنه، خط وسط ماجد هاني 19 سنه، خط وسط محمد الخضري اللي شفناه كلنا في اخر كام لقاء 20 سنه، خط وسط ايضا سيد نيمار 22 سنه، خط وسط سيف فاروق جعفر 22 سنه، جناح يوسف اسامه نبيه 21 سنه. هنشوف اللعيبه دي كلها وهنشوفهم كلهم في اللقاءين اللي جايين، هيكون في اعتماد كبير جدا من البروف عليهم. بما اننا اتكلمنا عن الارقام بتاعتهم وعن اعمارهم، فلازم كمان نتكلم عن فريرة. اتكلمنا عن الارقام بشكل عام السنه دي، فلازم نتكلم عن ارقام المدرب صاحب الانجازات والبطولات في قيادته للزمالك للولايه الاولى. ولايته الاولى كان عدد اللقاءات 41 لقاء، فاز ب 28 لقاء، تعادل في 7 وخسر 6 لقاءات. البطولات الدوري والكاس، والولاية الثانية عدد المباريات 27 مباراة، فاز ب 20، تعادل في 4، خسر 3. البطولات كاس موسم 2022-2021، ودوري موسم 2021-2022. اجمالي القاب البروفيسور جيزوالدو فيريرا مع نادي الزمالك 4 القاب. معناها ايه 4 القاب؟ معناها ايه؟ بقول لكم معاه 2 دوري مصري و2 كاس مصر، معنى كده ان هو داخل مع اسماء كبيره جدا من المدربين، وعادل القاب البرازيلي كابرال والالماني اوتوفيستر مع الزمالك. فريرا بيكتب تاريخ جديد ليه كمدرب مع نادي الزمالك، يقدر ياخد بطولات اكتر ويقدر يزود ارقامه ويعادل ارقام جديده ويكون من اكتر المدربين اللي واخدين بطولات مع نادي الزمالك. دلوقتي هنتكلم عن ارقام مميزه، ولسه مكملين معاك وارقام مميزه، والمره دي مع الاباتشي شيكابالا اللي توج على مدار تاريخه مع نادي الزمالك، ووصل للبطوله رقم 15 مع نادينا الملكي. الدوري ممتاز 4 القاب، كاس مصر 6 القاب، السوبر المصري 2، بطوله دوري ابطال افريقيا مره واحده، دوري ابطال العرب مره واحده، السوبر المصري السعودي مره واحده. واكيد الاباتشي يقدر ان شاء الله يرفع كاس افريقيا ويرفع كاس لوسال القادم ويرفع السوبر. لسه في القاب يقدر شيكا يرقص بيها الرقصه الممتعه لينا كلنا، ونكمل ارقام ونحتفل اكتر واكتر واكتر. بعد ما خلصنا ارقامنا، تعالوا نطلع لتقرير عن الكرنفال، الاحتفال بليله التتويج، الليله الكبيره. إنه الزمالك يا سادة، ليلة الملايين في حب الزمالك، ليلة الوفاء العظيم، ليلة الفرحة الكبيرة. من 8 مساء حيث انطلقت مباراة الزمالك والاتحاد، وحتى الساعات الأولى من الصباح عاشت مصر ليلة زملكاوية خالصة،
في المدرجات كانت البداية هتافات مدوية لرئيس الزمالك وكبير العائلة المستشار مرتضى منصور، وكذلك المايسترو أمير مرتضى المشرف على الكرة، والبروفيسور جوسفالدو فيريرا المدير الفني، وكل لاعب في صفوف الزمالك. الكل على قلب رجل واحد في المدرجات، ولم تتوقف الهتافات والأفراح والساعات الملاح طوال 90 دقيقة هي عمر مباراة الزمالك والاتحاد. وبعد نهاية اللقاء وفي احتفالات التتويج بالدرع كان المشهد أكثر روعة. بحبك يا زمالك تخيم على كل الأجواء، وبعدها انطلقت الليلة الكبيرة. الجماهير ترافق فريق الكرة من استاد القاهرة وحتى مقر النادي. الملايين في كل مكان تابعوا المشهد التاريخي، مصر باللون الأبيض. وفي مقر النادي كان استقبال الأعضاء خياليا للمستشار مرتضى منصور، الكل يهني ويحتفل بالإنجاز الكبير. ثم أتى اللاعبون بعد رحلة مثيرة دامت لساعات إلى مقر النادي لتبدأ احتفالات مدوية جديدة، احتفالات في حب الزمالك، وكتبوا بانتماء ليس له مثيل ليلة أسطورية لن تنساها القاهرة، ليلة الفرحة الكبيرة، ليلة الزمالك بطل الدوري والكأس. زمالك مدرسة، زمالك هندسة، زمالك يا زمالك شيكا. خلينا نروح لأخبار نادي الزمالك. والجهاز الفني لفريقنا بقيادة البرتغالي جوزوالدو فريرا قرر منح 10 لاعبين راحة سلبية حتى يوم 2 سبتمبر، يعني تقريبا 8 أيام على ما أظن. اللعيبة دي اللي أخذوا أجازة وهم محمود حمدي الونش وأحمد فتوح حسام عبد المجيد وأحمد سيد زيزو وحمزة المسلوسي وسيف الدين الجزيري وشيكابالا ورؤى إمام عاشور وعبد الغني. طبعا الوقت ده جه في وقت مهم. ممكن حد يقول لي ليه حسام عبد المجيد؟ يعني كل الشباب هيلعبوا اللي هو حسام واخد طرد فيتوقف الماتشين فياخد الاجازه، يعني فاهمين؟ ميك سنس، يعني الموضوع بسيط جدا. واكيد راحه مهمه عشان الزمالك يرجع يكون جاهز قبل لقاء القادم امام الهلال السعودي، ثم يبدا مشواره ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا. الثنائي سيف الدين الجزيري وحمزه المسلوسي هيسافروا النهارده الى تونس، وده لقضاء اجازه سريعه بعد حصولهم على راحه لمده 10 ايام. الثنائي حصل على اذن للسفر لبلادهم قبل العوده مره ثانيه يوم 2 للبدايه في الاستعدادات لمباراه الهلال السعودي في كاس السوبر المصري السعودي وافتتاح ملعب لوسيل المونديالي، ولقاء تاريخي وان شاء الله يكون فوز مهم جدا لنادي الزمالك. بالرغم من حسم الدوري، لكن قرر البرتغالي فريرا مدرب فريقنا مواصله التدريبات الجماعيه النهارده على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله استعدادا لمباراه المصري البورسعيدي. يعني فريرا مش عايز حد يريح، خلاص الدوري خلص، ولكن ايه اللي جاي؟ كسبت الدوري، ايه اللي جاي؟ هعمل ايه؟ هو راجل بيفكر كراجل عملي، مفيش وقت للراحه. عايزين نجهز لعيبه جديده، نجهز ناشئين جداد، نجهز شباب جداد، نشوف لعيبه اكتر من فريق الامل، هو ده اللي هو عايزه. ولسه مكملين اخبارنا من عند فريرا ايضا اللي استقر على منح عدد كبير من البدلاء والناشئين فرصه للمشاركه في المباريات، وقلنا هو وعد ناس كتير يشاركوا وهيبدا يفي بالوعود في الفتره الجايه. زي ما عرفنا ادى 10 لعيبه اساسيه اجازه، فطبيعي هيبدا يجرب بقى اسماء جديده، ومتاكد بقول لحضراتكم اهو افتكروا الكلام ده، متاكد اللعيبه من قطاع الناشئين وفريق الامل هيبهرونا في اللقاءين اللي جايين. الجهاز الفني لفريقنا حرص على توجيه الشكر امبارح للاعبين على تتويج بالدوري للموسم الثاني على التوالي، وفريرا بالتحديد اتكلم مع اللعيبه ان الفوز بالدوري مجرد بدايه. هو ده اللي انا عارفه عن فريرا، راجل مش عايز يشبع بطولات، مش عايز يشبع لعيبته بطولات، لسه قدامنا بطولات كتير هننافس عليها وهنتوج بيها على المستوى المحلي والمستوى القاري. ان شاء الله لسه اللي جاي افضل، ان شاء الله لسه البطولات اكتر لنادي الزمالك.
المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعد اللاعبين بصرف مكافآت ضخمة وكبيرة جدا للاعبين بعد التتويج بشكل رسمي ببطولة الدوري. مش بس المكافآت اللي موجودة في اللوائح اللي موجودة بتاعت النادي، لكن هيكون في مكافآت إضافية بعد تتويج الزمالك ببطولة الدوري قبل 3 جولات من نهاية المسابقة. قرار مهم جدا، ودايما المستشار بيحب يكافئ المجتهدين. معنا خبر من اتحاد الكرة اللي خرج النهاردة ببعض القرارات، أبرزها كان موافقة على إدراج الإدارات الآتية في الهيكلة الإدارية وإدارة المدربين على أن يتولى الأستاذ الدكتور جمال محمد علي إدارة المنتخبات، تتشكل من الكابتن عادل محفوظ وكابتن حمادة أنور والأستاذ إيهاب سيد على سيد علي آسف تحت إشراف السيد جمال علام، والموافقة على تعيين السيد محمد غرابة مدير إداريا لمنتخب الأول، وموافقة على إقامة دوري الكرة الشاطئية بدءا من الموسم الجديد، اعتماد تشكيل وهيكلة الفروع، الموافقة على تفعيل لجنة فض المنازعات طبقا للائحة، ومخاطبة الروابط لإرسال مرشحيهم، تشكيل لجنة برئاسة السيد خالد رندلي نائب رئيس الاتحاد وعضوية كل من الكابتن حازم إمام وعضو مجلس وكابتن عامر حسين عضو المجلس وممثلي سيتي كلوب لإعادة وضع شروط وضوابط البطولات للأكاديميات على مستوى الجمهورية، اعتماد مشاركة مجموعة من الأندية الجديدة كمنتسبين لحين عقد جمعية عمومية. كلام محترم جدا، وإن شاء الله ده كله يكون في صالح الكرة بشكل عام. خلينا نطلع فاصل سريع علشان نستقبل ضيفنا الأستاذ أحمد عباس، خليكم معانا. خلصت حكاية كتبتها جوه المدرج سرها، بصوت هتافي أنا البطولة دي جبتها، رايت نادية رفعتها كل الظروف وهزمتها، ومع كل مهنة بحبه أكتر بعدها. أنا قلت كتير من غير تفكير، عندي الزمالك قبل الدنيا دي كلها، مش هادية تاريخ ولا جماهير، أنا بطل القصة، أنا نجمها، لو في المريخ هتلاقوا سرير بيقول يا زمالك ده فريق، أنا مش هادية تاريخ ولا جماهير، أنا بطل القصة، أنا نجمها، لو في المريخ هتلاقوا كم مرة وقعت في رحلتي وكان ممكن تخلص قصتي، ولا أي لحظة عزمتي دي اتهددت، ده في اللي سابني في الطريق وفي اللي كان عامل صديق، وفي النهاية ما زلت برضو كملت. أنا قلت يا تاريخ ولا جماهير، انا بطل القصه، انا نجمها، لو في المريخ هتلاقوا سرير بيقول يا زمالك ده فريق، انا اسال يا تاريخ ولا جماهير، انا بطل القصه، انا نجمها، لو في المريخ هتلاقوا اهلا بحضراتكم من جديد، ولازم ارحب بصديقي العزيز المحلل الرياضي استاذ احمد عباس، منورني ومشرفني، مبروك الدوري حبيبي قضى، والف الف مبروك ليك ولكل الزملكاويه، وحقيقي يعني واحد من اغلى الدوريات
على مدار التاريخ الدوريات اللي نادي الزمالك فاز بيهم بصراحة. يعني أنا في أغاني كتير جدا 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 عجباني بصراحة. الزمالك بيكسب بطولة بنشوف أغاني كتير جدا، بس الأغنية دي مميزة لقلبي جدا علشان أغنية صديق عزيز ليا وزميل، طبعا عارفينه كلنا عابر، لازم أقول له شكرا على الأغنية الحلوة دي. هو كلماته وألحانه وغنائه هو عابر تألق في الأغنية دي بصراحة، هو حاسس بكل كلمة بيقولها، وكمان توزيع صديقنا أحمد عز الدين. وبمناسبة الأغنية برضه في أغنية 14 ريختر دي لازم أحييهم، فريق العمل بتاعها رامي رفعت وروما وعباس وأستاذ طارق موسى. هي أغنية جميلة، وكل الزمالكاوية بيعملوا أغاني حلوة جدا جدا. الفرحة حلوة والمكسب حلو والبطولات حلوة، ونادي الزمالك واحد من أعظم الأندية اللي وراه جمهور كبير جدا 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 جدا. من الأغاني الجميلة، ودايما الزمالك كل بطولة بنستنى أغنية، والسنة دي في أغاني حلوة ولسه إن شاء الله في بإذن الفترات جاية كلها. اللي جاية عايز أتكلم معاك على الموسم الحالي سريعا. طيب قبل ما نتكلم على اللي جاي، قبل ما نتكلم بس هستأذنك يعني أطلب من الناس تدعي للكابتن أشرف قاسم ألف ألف سلام عليه، وتمنياتنا طبعا بالشفاء بعد إجراء العملية بتاعته. طبعا كابتن أشرف واحد من رموز نادي الزمالك، واحد من اللي ساهم في صناعة تاريخ نادي الزمالك، فبنتمنى له طبعا الشفاء. نرجع سريعا بقى للموسم الاستثنائي. أنا بشوف أنه موسم استثنائي، واحد من أصعب البطولات اللي حققها نادي الزمالك نظرا للظروف الكتيرة جدا جدا اللي مر بيها نادي الزمالك، سواء من إيقاف قيد مرة وإيقاف قيد الفترة التانية، لجان كتيرة جدا جدا، حتى وإن كانت اللجان دي كانت تسعى إلى يعني بس ما كانش في يعني زمام أمور، بس ما فيش تالنت في الإدارة. خلينا نقول صراحة الفكرة إن أنت بتسعى، مش هتكلم على الفترة اللي فاتت عشان ما حدش يفتكر إن إحنا بنزل، لا لا خالص خالص، لكن أنا بقول المعوقات اللي كانت قدامك إنك تقدر تحقق بطولة. ولكن في النهاية مع عودة مجلس إدارة المستشار مرتضى منصور اللي بحييه تحية جامدة جدا جدا جدا، وبقول تاني وتالت وعاشر، الراجل ده متجردا من أي ألقاب، فهو عاشق نادي الزمالك. الراجل ده بيعشق تراب نادي الزمالك. الراجل ده عمل نقله في نادي الزمالك على المستوى الرياضي والمستوى الانشائي، انا راجل بقالي 40 سنه جوه نادي الزمالك ما شفتهاش في حياتي خالص، بالاضافه طبعا لامير القلوب امير مرتضى منصور. والله والله انا بقول تاني، انا بص انا اللي بقوله ده انت تقولش سن حدود كده، اللي بقوله ده ليس رياء، ولكن حق حقه قدام الناس كلها، وحق على كل واحد زملكاوي شايف نادي الزمالك اتنقل لمنطقه ثانيه، منطقه بطولات، منطقه عالميه، سواء تاني بقول على المستوى الانشائي او مستوى البطولات، فمليون تحيه ليه هو وامير القلوب طبعا امير مرتضى منصور. وال يعني عايز اقول ايه، طفره كبيره جدا 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 في فريق الكوره، وسواء على المستوى الانضباطي، لان دايما بقول ان طول ما في انضباط داخل اوضه اللبس في نادي الزمالك بتلاقي مردوده على الملعب. الموسم طبعا زي ما احنا عارفين مر بمحطات كبيره جدا جدا، منها اخفاقات في وقت من الاوقات، بعض الجماهير شافت ان احنا بعدنا خلاص، وللاسف يعني بدا باخفاق يعني طبعا احنا فتره من الفترات احنا حسينا احنا بعدنا. ناس كتير قالت طب نتمنى حتى ان احنا ناخد المركز الثاني عشان نلحق مقعدنا في دوري ابطال افريقيا، ولكن مع قدوم البروفيسور فيريرا كلنا تفاءلنا، كلنا بقى عندنا فكرة ان احنا خلاص احنا نقدر، حتى ولو ان ما نقدرش نحقق بطولة لكن نقدر ننافس عليها حتى الامطار الاخيرة. يمكن كنا مع بعض انا وانت هنا، وكان النادي الاهلي بقيله بقيله ماتشات مؤجلة، لو كسبها يبقى الفارق 7 نقاط، وقلت لك لا ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك قادر على الاستمرار دون النظر الى النادي الاهلي. يمكن حاجة انا اتهاجمت عليها كتير من هنا من البرنامج، بعد ماتش القمة والهزيمة الصعبة اللي كانت علينا في الدور الاول، جيت تاني حلقة بتشيرت النادي الزمالك وقلت يا جماعة بلاش نهاجم فريقنا، بلاش نهد المعبد، طبعا يعني ننتقد ولكن في الإطار، ونبني ونعالج، وقابلكوا آخر الموسم ودوري في متعب. احنا دورنا سواء حضرتك كمقدم برنامج او مذيع كبير يعني، وانا دوري كمحلل، ان احنا نطمئن جمهور نادي الزمالك. مع بدايه الموسم ده انا كنت يمكن موجود هنا في احد البرامج في القناه، وقلت يا جماعه ما تخافوش، ما حدش من جمهور الزمالك يقلق، الفرقه دي هي اللي واخده بطوله الدوري، السكواد ده هو اللي واخد بطوله الدوري، عزيمه لعيبه نادي الزمالك وصال نادي الزمالك هيخلينا ان شاء الله ناخد بطوله الدوري السنه الجايه. الناس قالت لي انت مجنون، دوري ايه بعد ايقاف القيد واللعيبه اللي قلت لهم لا، قلت احنا عندنا حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهو شخصيه لعيب نادي الزمالك اللي مش موجوده في اي نادي تاني، والحمد لله قد كان، والحمد لله حققنا بطوله الدوري. خليني اسالك عن ايه اصعب لقاء شفته في الدوري السنه دي، حتى لان لسه فاضل ماتشين طبعا، بس ايه اصعب لقاء؟ حتى وان كان اسم النادي مش من انديه القمه، ولكن بشوف ان مباراه ايسترن كومباني كانت واحده من اصعب اللقاءات على المستوى الفني كمان. اللقاء اللي انتهى في اخر ثانيه جون زيزو. يمكن مدير فني بتاع ايسترن، مدير فني عنده قدرات دفاعيه هايله جدا جدا جدا، قدر يقفل مفاتيح لعب نادي الزمالك بشكل كويس قوي، ذاكر نادي الزمالك كويس قوي، ولكن دايما فيريرا بيفاجئنا بحاجه مهمه قوي، وهي المرونه في الخطه. وناس هتقول لي يعني ايه مرونه في الخطه؟ ان انا ممكن اغير خطه مره واثنين وثلاثه على حسب
مجريات اللعب وعلى حسب نقاط قوه وضعف الفريق اللي قدامي. احنا دايما في اي فرقه بنلعبها مع نادي الزمالك في فرق كتير قوي بتبقى عامله زون ديفنس تمام، ولكن في فتره من الفترات فرقه استرن كومباني كانت بدات تطمع في نادي الزمالك وانها عايزه تحرز الهدف الثاني، وده اللي طمعهم فيه فيريرا وقدر ان هو يخلق مساحه كبيره جدا عن طريق الكرات الطويله لسيف الدين زي ما يمكن شفنا الجمله دي اتكررت اكتر من مره، فكره ان انا بخلق مساحه للعيب امكانياته بتشتغل في الحته دي، ممكن ابقى عندي لعيب جيد جدا جدا ولكن ما عندوش المساحه اللي يشتغل فيها، هو الراجل امكانياته ان هو يشتغل في المساحه، يشتغل في الكرات العاليه يبقى محطه كويسه للفرقه، فهو عمل له ده، خلق له ده، ساب فرقه استن كومباني جت علينا لحد منطقه جزائنا وقدر ان هو يلعب في ظهره. طمعه في الماتش زي طمعه في الماتش زي ما احنا بنقول. فانا بشوف ان هو كان ماتش صعب جدا جدا، كان فارق، ويمكن الناس كلها قالت ايه الاحتفال اللي بيعمله زيزو ده على هدف فوز. زيزو انا في حد من الجماهير يا معلق الجون ده معانا، الجون بتاع استرن وزيزو ده وريه لنا، انا في حد من الجماهير لما زيزو جري انا خفت عليه. ايوه طبعا في حد انفعل، نزل وانفعل لا انفعل بشكل انا قلت لا ده هيكرر له حاجه. بس طبعا ده كله بيكون حماس كبير جدا، طبعا كلنا طبعا في اللحظات دي بيكون كده، وكلنا اللي هو لا يعني عارف فكره ليه خلاص النقطتين بيروحوا وحاسس ان الكوره مش عايزاك وبتضيع كور غريبه تحس ان هي باد لك، والكوره على فكره كانت ميته يعني. ايوه الكوره جاي الجون معانا بصنا اوله خالص لونج بول زي ما انت قلت طمعهم سيف الدين بذكاء، سيف الدين الجزيري حط جسمه ازاي وعملها ازاي، وبرده القدرات الهجوميه لزيزو ان هو شالها يعني واحد تاني هيحط كل قوه فيها ولكن هو شالها كده من فوق. بص لما الكاميرا تيجي كلوز على الجماهير في عيني واحد شعره كده كيرلي، الراجل بتاع الاسعاف اللي راح جري وشال، لا في حد شعره كيرلي ما شويه انا خفت عليه والله من الكاميرا تيجي، انفعالات طبيعيه جدا. بص اللي تحت على اليمين ده، ايوه انفعالات طبيعيه شكله، والله انا خفت عليه اللي على اليمين ده، لو قلت لا يعني حد يطمنا عليه، وان حد لو عارفه يطمنا عليه. انفعال صعب جدا ما بين جمهور نادي الزمالك كمان وما بين اللعيبه، يعني الحاله اللي كان عليها جمهور نادي الزمالك دي لازم مليون تحيه لجمهور نادي الزمالك على الحاله الجميله اللي كان معايش فيها لعيبه نادي الزمالك، كان بيلف وراه مصر كلها. وعلى فكره على فكره الاحتفالات دي مهمه، لان في ناس بتقول اصل الزمالك احتفل على فريق استرن، ده استرن بيهبط دلوقتي، ده استرن بيتعادل مع فرق المفروض انها كانت بتنافس نادي الزمالك. هي النقاط الصغيره، النقاط اللي بتقع امام فرق صغيره، واحنا كنا بنخسر الدوري السنه اللي قبل اهلي وبيراميدز وكل الناس الكبيره وفيوتشر، بس الفرق الصغيره هي اللي بتوقع. انا كنت بخسر الدوري السنين اللي فاتت من فرق كانت صاعده، فاكر نجوم المستقبل ومش عارف ايه الفرق اللي كنا بنغلب منها في بدايه الموسم. صح صح تمام، عمري ما انسى الحاجات اللي كانت بتخض منها طبعًا. دي طب لو قلت لك ايه اللقاء اللي كنت خايف منه؟ هما لقاءين طبعا، اولهم لقاء النادي الاهلي، وانا بشوف ان هو ده المباراه الفاصله المباراه الفاصله في مشوار نادي الزمالك. كل التكهنات كانت بتشير الى فوز الفريق المنافس اللي راجع بقوه بعد دوري ابطال افريقيا، ان هو هياخد كل البطولات، ان هو عنده ماتشات مؤجله تديله الفرصه ان هو يتصدر الدوري باريحيه كبيره جدا. ولكن فيريرا فاجئنا، فيريرا اتعامل مع المباراه دي بذكاء كبير جدا جدا. فيريرا في وقت من الاوقات في المباراه دي خرج زيزو وخرج وخرج من شركة افضل اثنين لعيبه في مصر، ولعب سيف فاروق جعفر ولعب يوسف اسامه نبيه، وهنيجي لفكره الناشئين دول لازم اديهم حقهم بصراحه، وقدرنا ان احنا نعمل مباراه كبيره جدا. كنا دايما احنا لما نتقدم على النادي الاهلي، النادي الاهلي بيحاول يتعادل معانا، حتى الهدف اللي جابه كان هدف التعادل، وفي اخر دقيقه انت كان ممكن تكسب النادي الاهلي بالكره اللي في العارضه بالكره اللي في العارضه دي. وانا مش عارف على فكره الكره بتاعت يوسف برضه ايه القصه بتاعت القائم والعارضه مع نادي الزمالك، ولكن الحمد لله احنا دلوقتي بنتكلم عن اوقات عصيبه واحنا كسبانين الدوري العام. فأنا بشوف عشان المباراة نعالج النادي عشان نتعلم ان هي كانت مباراة مفصلية، لان يعني لو كان فاز الفريق المنافس كان فرق بشكل كبير قوي، وانت قدرت ان انت تعطله في نفس الوقت ان قدرت تكمل المسيرة الناجحة اللي ممكن نعمل زي بعض الناس اللي بتقول كلام غير منطقي، ما الفرق بيني وبينه بقى دلوقتي اكتر من مش عارف من ايه من 10 نقاط فعادي كان ممكن يكسبني وانا لا بص هقول لك على حاجة، المكسب بيجيب مكسب، والهزيمه بتوقع الفريق سواء نفسيا او فنيا. فلا قدر الله كنت اتغلبت كنت ممكن ما تقدرش تكمل المسيره دي. على فكره لعبتنا في ماتش امبارح، لو كان الدوري ما اتحسمش في ماتش بيراميدز فيوتشر كان هينزلوا بكره امبارح يكسبوا. طبعا، ولكن برده نفسيا هم عارفين الدوري خلص. انت كسبت الدوري وعرفت وانت في الاوتيل وفكيت واحتفلت ونزلت البول وقعدت تهزر وتلعب امبارح انا شفت انفعالات، انا كنت بتفرج على الماتش جوه نادي الزمالك، شفت انفعالات اعضاء جمعيه يوميه والجماهير مش عايزين يخسروا. طبعا انت كسبان دوري، انا حتى بكلم ناس يا جماعه اهدوا انت كسبان الدوري دي مباراه احتفاليه، لا احنا مش عايزين نخسر. دي حاجه حلوه جدا، عايزين ننقل الناس شعور الناس في النادي، وانا كنت في الاستاد فهقول لك انا شعور ايه. بس خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا. ده 1-2 وكل الارقام، فريرا سانكيو فريرا يعني عمل الاعجاز مع نادي الزمالك، هو سر كبير جدا يعني. اداره جابت اللي معاه سر الخلطه زي ما بنقول، وعرف يخرج من الشباب
لشباب اللي عملوا انجاز للزمالك السنه دي. طبعا لازم نحيي شباب نادي الزمالك اللي ساهم بشكل كبير قوي 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 في حصد النقاط. يمكن احصائيه سريعه كده هنلاقي ان حسام عبد المجيد جاب نادي الزمالك 6 نقاط بالهدفين اللي جابهم في المباراتين فرق والمقاولين. يوسف اسامه نبيه اللي انا بشوفه انه واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين يشتغلوا على الخط ويجوا من تحت. انا بنظرتي الفنيه وقد تكون طبعا صواب او خطا يعني انا بشوف ان بيتظلم لو لعب سترايكر صريح. يعني يوسف اسامه نبيه من اللعيبه اللي بتيجي من تحت بالسرعات عنده سرعات جيده جدا وترنات فبيقدر يستغل دي وقدر ان هو في ماتش البنك الاهلي ان هو يعمل كره لسيف الدين الجزائي ويجيب بيهم 3 نقاط ومباراه النادي الاهلي الكره اللي عملها لشيكابالا. طبعا سيد نمار حدث ولا حرج عن كم الاسيستات عملها طول الموسم سواء في ماتشات كتيره جدا جدا وشغل النواحي الدفاعيه اللي كان بيعملها مع نادي الزمالك. سيف فاروق جعفر يمكن اصابه عطلته شويه ويمكن شفناه قدر ان هو يجيب لنا هدف في مباراه الداخليه في الكاس. محمد طارق اللي بتحتاجه في اي وقت في الملعب بتلاقيه موجود. محمد طارق شال كوره على الخط في ماتش فاكر انا الكفر التغطيه اللي عملها دي برغم ان محمد طارق لازم برضو نذكر ان محمد طارق بيلعب اصلا مساك مش باك رايت ولكن لما بيطلب منه ان هو يؤدي في مركز الباك رايت بيؤدي بشكل كويس جدا. فمليون تحيه لشباب نادي الزمالك. وهنيجي بقى للشق الثاني في موضوع شباب نادي الزمالك ومؤخرا فيريرا صعد مجموعه من الناشئين. الناشئين دول اعضاء المنتخب منتخب مصر للشباب اللي هو ايشو وطارق علاء وبيسو وماجد هاني ورفاعي وكريم عبدون والخضري مجموعه كبيره جدا جدا. نادي الزمالك عنده مجموعه ناشئين على اعلى مستوى هياخدوا فرصه في هياخدوا فرصه فرصتهم. طبعا هياخدوا فرصه في الماتشين الجايين وانا بقول لك اهو ان احنا السنين اللي جايه مش هنحتاج نعمل كم كبير من الصفقات لان نادي الزمالك عنده مجموعه من الشباب جيده جدا 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 غير الاسماء اللي انا قلتها كمان. ده في القطاع مليان بمجموعه كبيره جدا من الشباب والناشئين. عايز اسالك سؤال مهم وكل الناس بتساله. الصفقتين اللي تم اعلانهم من سياده المستشار لنادي الزمالك ابراهيم النضاي و زكريا الوردي. زكريا الوردي خلينا نتكلم الاول. الناس كلها بتحاول تجيب فيديوهات تتكلم بس شايف الاثنين خامات عامله ازاي؟ طيب خلينا نتكلم عن زكريا الوردي اللي هو بيلعب في مركزين اللي احنا محتاجينهم 6 و8 وانا يمكن اما بتابع الفيديوهات بتابعها بشكل مختلف شويه بدور على نقاط الضعف ونقاط القوه. ماشي. لو هنيجي نتكلم عن نقاط القوه عن زكريا الوردي هو لعيب هادي، لعيب عنده لعيب بصير كويس قوي 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 ودايما كنا بنحتاج في المركز ده لعيب بصير. يمكن فرجاني ساسي كان على مستوى الدفاع جيد وكان بصير جيد في وقت من الاوقات هو اللي بيصنع لي اللعب. شفت له كذا فيديو في مساحات ضيقه بيعمل ثرو باس برجله كويسه قوي بيفتح الملعب وبعدين بيلعب السهل. يعني انا ما عنديش لعيب اللي بيقعد بلغه المدربين يعني يقول لك يقعد يعجن ويمسك كرة ويقف عليها كتير. لا هو الكوره بتجي له من هنا بيسلمها هنا بيعمل كرات طويله بظهر مدافعين جيده جدا جدا بيضغط بشكل كويس او بيقطع الكرات في المساحات بشكل كويس او التاكلينج بتاعه كويس قوي 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 قوي. ولكن هو ينقصه حاجه واحده بس عشان مش عايز حد يزعل. انا بتكلم بكل مصداقيه فنيا ان هو في مواقف كتير قوي كان مواجه للجون ما بيسددش واعتقد فيريرا هيشتغل على ده. يعني بيجي له موقف واثنين وثلاثه ان هو يبقى امام المرمى على خط ال 18 وبيدور على الحل الثاني اللي هو التمرير. ولكن انا بقول ان هو مع فيريرا لو اشتغل مع فيريرا وفيريرا هيطلع منه كل حاجه هينمي عنده فكره التسديد بشكل كويس قوي. نخلص بقى من زكريا الوردي ونروح على نضاي. نضاي اللي هو بيلعب مركزين فيرود وينج ليفت هو وفيرود اكتر صح. وانا بشوف يعني يمكن في اسماء بتطرح على نادي الزمالك بقول ان هم لعيبه جيدين جدا جدا ولكن لا يصلحوا لنادي الزمالك. ناس بتهاجمنا ما بنقول كده ولكن انت النهارده بقى عندك هارموني بقى عندك شخصيه بقى عندك هويه. اللعيب اللي انت هتجيبه لازم يبقى شبه نادي الزمالك هويه نادي الزمالك. ابراهيم انضاي واحد من اللعيبه اللي عنده سرعات بشكل كبير قوي واحد عنده الفينش على المرمى جيد جدا 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 في اي مكان في اي مساحه بيقدر يلعب برجلين اثنين يمين وشمال هو اشول بس بيلعب برجلين اثنين بالاضافه ان هو من اللعيبه القلائل اللي بتلاقيهم بيروحوا ناحيه الجون. في لعيبه كتير قوي بتستلم الكوره هو بروفايل مختلف عن اشرف بن شرقي عشان ما حدش يقول ان احنا جايبينه كبديل لاشرف بن شرقي. هو بروفايل مختلف تماما عن اشرف بن شرقي لان هو عنده قوه عنده سرعه لعيب فايتر لعيب عارف انت اللي بلغتك ما بتعرفش تمسكه ملوش ملكه يعني يمكن عكس اشرف بن شرقي كان بيقف على الكوره وبيعمل انا حاسه ميكس بين اشرف بن شرقي وسيف سيف الدين اولا صح احنا لازم نقول ان هو كمان بيلعب ضربات راس بشكل جيد جدا. بس اقول لك انا بقول لك ميكس بالاثنين هو بيسدد كويس جدا بيلعب وينج وبيعرف يقطع كويس جدا وبيلعب كفرو التاني
بيسدد برجليه. هو هيديني هيدر كويس جدا الثلاث مراكز بتوع الثلث الهجومي سواء هاف رايت او هاف ليفت او سترايكر صريح. فانا بشوف ان نادي الزمالك ماشي على الطريق الصحيح. انا بختار اللعيب اللي يشبه لي، ما بختارش الاسماء الرنانه، ما بروحش اجيب لعيبه بمليارات بملايين واقول ان انا عملت عشان ارضي الجماهير. لا، امير مرتضى منصور بيسير بخطى ثابته لتدعيم الفرقه اللي واخده الدوري. وهرجع تاني واقول ان اول الموسم ده قلت انا الفرقه اللي واخده الدوري فالسكواد اللي عندي جيد، والنهارده هقول تاني ان انا الفرقه اللي كسبانه الدوري فانا بجيب اللي محتاجه، ما بجيبش اسماء رنانه عشان ارضي بيها بكمل الناقص، بكمل النواقص بتاعتي. فانا بشوف ان صفقه زكريا الوادي واحده من اهم الصفقات، وطبعا ابراهيم انضاي واحد من اللعيبه الجيدين جدا واللي عنده فينش جيد على المرمى. طب على ذكر موسم السنه دي، انت معاك ارقام واحصائيات كنت مجهزها لنا النهارده. سريعا كده نطلع للارقام والاحصائيات بتاعتنا، وهنلاقي ان اماكن احراز نادي الزمالك للاهداف، يمكن نادي الزمالك احرز 76 هدف منهم 35 هدف من اللعب المفتوح، يعني من الجمل اللي بتعمل خلال المباراه، و15 هدف من ركنياته، ده رقم كبير جدا زائد مع فريرة كمان. ان ده اللي يدل على ان نادي الزمالك عنده مجموعه كبيره من اللعيبه بتلعب العاب هوا بشكل جيد جدا. يمكن هدف واحد من ضربه حره، 10 اهداف من ركلات جزاء، ويمكن ما فيش ولا هدف دخل في مرمانا، ويبقى الزمالك اقوى هجوم في الدوري العام ب 76 هدف. يمكن عندي احصائيه ثانيه سريعا كده، وهي المباريات الهوم واوي او الذهاب والاياب. نادي الزمالك لعب 17 مباراه خارج، لا 61 هدف، هو 76 نقطه، سوري 76 نقطه، 61 هدف، ارقامنا كتير معلش يا جماعه هنعمل ايه. يمكن نادي الزمالك لعب خارج الديار 17 مباراه، قدر ان هو يفوز في 11 مباراه وتعادل في 3 مباريات وخسر 3 مباريات، احرز عدد كبير من الاهداف 34 هدف ودخل مرماه 17 هدف. المباريات اللي على ملعبنا لعبنا 15 مباراه حتى الان، قدرنا نحقق الفوز في 13 وتعادلنا مباراه وخسرنا مباراه ويمكن احرزنا 27. ويمكن عايزين ناخد من دي ان احنا الاياب دي اللي بره ولا الاياب دي الدور الثاني؟ الذهاب دي اللي بنروح لها، الاياب دي اللي عندنا مش الادوار. لا متهيألي الاياب دي الدور الثاني. ممكن قصدك ان انت قصدك طيب الدور الثاني بالكامل مش مش بره وجوه. احرزنا 27 هدف والذهاب احرزنا 34 هدف. الاحصائيه اللي بعديها احصائيه افضل لاعبين خلال الموسم، هنلاقي ان احمد سيد زيزو واخد اعلى تقييم، اعلى تقييم 8.1، اشرف بن شرقي 7.1، ده متوسط التقييمات خلال الموسم كله. يعني 8.1 ده متوسط التقييمات كان بياخدها كل مباراه. وامام عاشور 7.7، ممكن مره ياخد 7.9 9 التوتال جاب 8.1. طبعا هدافين فرقه نادي الزمالك، احمد سيد زيزو احرز 19 هدف، سيف الدين الجزيري 9 اهداف، اشرف بن شرقي 8 اهداف. وعلى مستوى صناعه اللعب زيزو محقق ارقام كبيره جدا ومكسر الدنيا على مستوى صناعه اللعب والاسيستات. احمد سيد زيزو شارك مع نادي الزمالك بصناعه 14 هدف، ده رقم كبير جدا. انا شفت امبارح احصائيه عجبتني قوي، زيزو ما فيش فرقه في الدوري المصري ما ساهمش في تسجيل هدف فيها او سجل، أو يسجل او ساهم، ساهم او سجل. اشرف بن شرقي حقق مساهمه في 6 اهداف، وسيف الدين الجزيري مساهمه في 3 اهداف. متوسط الافضل خلال الموسم من اللاعبين، هنلاقي نادي الزمالك بيتصدر القائمة بمتوسط 7.12، بعديه نادي بيراميدز وبعديه نادي الأهلي، هو تقريبا الترتيب المنطقي لجدول الدوري. في النهاية هو موسم استثنائي لنادي الزمالك بكل المقاييس طبعا، ورغم كل المعوقات اللي قبل نادي الزمالك احنا قدرنا نحقق بطولة الدوري العام، وإن شاء الله لينا لقاء بعد نهاية موسم الدوري الجاي، وهنعمل رقم قياسي جديد لتاريخ نادي الزمالك، تحقيق 3 بطولات دوري متتالية بإذن الله. على ذكر البطولات، كان موضوع النهارده مع الجماهير الاحتفالات، وسالنا الناس على السوشيال ميديا احتفالات جماهير نادي الزمالك كانت عامله ازاي، وانت شفت امبارح الاحتفالات عامله ازاي؟ يعني تابعتها ازاي في الشوارع؟ بص انا من النوع بتجرد من اي مناصب واي مسامات، وبنزل مشجع درجه ثالثه في نادي الزمالك كلنا. يمكن انا خدت ابني ورحنا نادي الزمالك وتابعنا الماتش خلال انا ما عرفتش اجي. لا انا خرجت من الاستاد ما عرفتش اوصل 100. انا اصل انا جنب النادي، انا ساكن جنب النادي، بس انا كنت في اكتوبر في شغلي ورجعت. تعزمني يا اخي. ورجعت انت تنورني يعني. ورجعت على النادي، شفت الاحتفالات سواء حوالين سور النادي او جوه النادي. يمكن استشار مرتضى منصور كان فاتح ملاعب الناشئين للجمهور، وجوه النادي نفسه كان اعضاء الجمعيه العموميه بيحتفلوا. حاجه جميله وحاجه عظيمه، ومفروض ان احنا يعني حقيقي نادي الزمالك بيملك قاعده جماهيريه رهيبه. انا امبارح كابتن جمال قال حاجه عجبتني قوي. قال في ناس بتقول ان جماهير النادي الاهلي تفوق ال 80 مليون، امال مين اللي في الشارع دول؟ انا بقول لك جماهير نادي الزمالك اكبر من جماهير النادي الاهلي. الكلمه عجبتني قوي والله. جماهير نادي الزمالك اكبر من جماهير. لا مش دعوه، مش دعوه مين اكبر من مين. هتقول لي مش بالاعداد؟ لا لا، انا مش عايز اخش في الديبيت ده، وماليش دعوه مين اكتر من مين، ومش هنجيب نعد. ايوه، واحنا مش بالارقام، احنا بفكره المنطق.
طبيعي زمالك واهلي هنقول 60 40 50 50 65 عارف منطق قصدي عارف اي حاجه بمنطقه 50 50 اوكي لكن ما تقوليش مصري 100 مليون احنا 80 مليون امال دول مين؟ لا لا حاجه اللي حاجة كانوا في الشوارع دول كلهم مين؟ ويمكن في ناس بتحاول تقلل من احتفال نادي الزمالك. عايز اقول لكم ان المشهد ده بيتعمل كل سنه في كل دوريات اوروبا. مانشستر سيتي خد البطوله العام الثاني على التوالي اتوبيس مكشوف، ما خدش الثنائيه زي نادي الزمالك حتى، ولكن اتوبيس مكشوف ولف شوارع. للاسف في نوعين، في نوع بيقلل من الاحتفال وفي نوع بيقول لك ايه الاوفر اللي انتوا فيه ده. هي بص هي لجان بتشتغل على على الفرحه، عايز اكسر فرحتك بايه اللي انتوا بتعملوه ده، بان هم يدوروا على بعض الاشاعات اللي عايزه توقف مسيره نادي الزمالك، سواء بقى ان فيريرا هيبطل. انا سمعت خبر يعني ايه موضوع فيريرا، اصل فيريرا كبر فهيبطل تدريب. يعني الراجل محقق بطوله دوري وعامل حاجه عظيمه جدا مع الزمالك، وراجل مبسوط جدا. وانا يمكن بتابع انفعالات فيريرا في الاحتفالات، في حاجات كده صغيره بتاخدني للمشهد. الراجل مبسوط جدا جدا، يطلع لنا حد يقول لك اصل هو هيعتزل. بص احنا شفنا الجماهير في الشارع عامله ازاي، تعال نشوف السوشيال ميديا كمان احتفلوا ازاي على موضوعنا، احتفالات جماهير نادي الزمالك بالتتويج بالدوري. عبد الحفيظ مساء الخير عليك يا ادم، اليوم مبروك لنادي الزمالك وجماهيره العظيمه، افضل بطوله في تاريخ نادي الزمالك رغم كل الظروف الصعبه، الزمالك بطل الدوري كمان افضل احتفال في تاريخ نادي الزمالك، جماهير الزمالك يستحقوا جائزه نوبل للتشجيع النظيف في العالم، زملكاوي لاخر العمر. صح كلام محترم. روم بتقول احتفال اروع من الروعه، بجد الجمال عدى الكلام، حاجه اخر عظمه، فرحه الجماهير حلوه قوي، واحتفال سيظل في عقول وقلوب الجمهور الى الابد، فرحه الى كل الجماهير كانت منتظراها، وبعد مشاكل وصعوبات كتير الحمد لله الزمالك قدر يفرحنا، ولا استطيع وصف جمال وعظمه جمهور الزمالك، وانا افتخر جدا اني من ضمن هذا الجمهور الرائع. الله يديم الفرحه كلنا علينا، كلنا بنفتخر صراحه، كلنا بنفتخر بنادي الزمالك. أنا نونا بتقول مساء الخير عليك يا قضاء، أحلى وأجمل احتفالية للزمالك مع أجمل مع أصعب موسم في التاريخ، ولسه القادم أحلى، تحزن الدنيا ويسعدك الزمالك. سلام. ما أقدرش أكمل بعد الكلام ده. لا حلو قوي تزعلك دي. الدنيا تزعلك الدنيا أو تحزن الدنيا ويسعدك ويسعدك الزمالك. وأنا قلت كلمة من كابتن طارق يحيى عجبتني جدا، فكرة ما اخترناش اسامينا ولكن اخترنا الزمالك نادينا، اقتبستها منك كابتن طارق معلش. كابتن طارق اسطوره بحبه جدا بحبه يعني. نورتني وشرفتني. انا اللي ببقى سعيد دايما معاك، وتاني وتالت مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك، ودايما بطولات، ودايما على منصات التدويج، ودايما دايما مساءنا ابيض بخط حمر. اشوفكم في الحلقه الجايه.